فسؤال وجيه وواقعي، لماذا يكون من بعض من ينتسب إلى الإسلام قسوة، أو بل بعضهم يصفه بتوحش أو تطرف أو إرهاب؟ بداية، كل الأمم فيها أفراد أو فيها هيئات أو فيها جماعات، ربما وجد في منها غلظة أو قسوة أو توحش أو قل حيوانية أو بهيمية، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الأمم. هنا لا نتكلم عن الظاهرة في الشعوب مطلقا، ولا نتكلم عن الظاهرة في الدول وإرهاب الدول وقسوة الدول وتوحش بعض الأنظمة أخطر بكثير، وهو أوضح من أن يتحدث عنه. لكن الشيء الذي يدعو إلى التساؤل، وهذا محور الحديث، لماذا يكون التوحش أو القسوة أو التطرف في بعض من ينتسب إلى الإسلام وربما نسب ذلك إلى الإسلام؟ وقبل الخوض في بيان ذلك وتفسير هذه الظاهرة، وهي ظاهرة موجودة ولا يستطيع الإنسان أن ينكرها، سواء قلنا إن هذه الظاهرة محدودة أو غير محدودة، وسواء قلنا إن هذه الظاهرة آيلة إلى الزوال أو مرشحة للاتساع، فكل الاحتمالات في هذا ممكنة ولو ضمن حدود. قبل أن نتحدث عن الجواب عن هذه الظاهرة مباشرة، نريد أن نقف وقفة أولى مع طبيعة هذا الدين، مع قرآننا العظيم، مع ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منا ولنا. إنك عندما تقف مع القرآن العظيم أو مع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستجد من البيان والهدي واليسر والعفو والمغفرة والرحمة الإلهية ما يجعل هذا الإنسان يقبل على الله، يقبل على هذا الدين، يقبل على هذا الإسلام، يتعمق الحب في القلب لله ولرسوله وللمؤمنين، وتجد هذا الإنسان يندفع منشرحا مشرقا قلبه، مطمئنا قلبه بهذا الإسلام. عندما تقف مع قوله تعالى مثلا: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. إنسان يقرأ هذه الآيات في كتاب الله سبحانه ثم لا يزداد تعلقا بالله جل جلاله، وهو يريد أن يخفف عنك أيها الإنسان، وهو يريد أن يحميك من الشهوات وأصحابها الذين يميلون ميلا عظيما، وهو يريد النجاة لك، وهو يريد التوبة لك، وهو يريد اليسر لك، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إنسان يقرأ قول الله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. إنسان يقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا جاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله فنعم المولى ونعم النصير. إنسان يمكن أن يقرأ: فاعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. إنسان يقرأ هذه الآيات الكريمة
فيتملاها قلبه ويتملاها عقله ويعيش بها بمشاعره وعواطفه وعقله وقلبه، وهو يرى كيف يخاطبنا الله سبحانه ليرفع عنا الحرج، ليرفع عنا الشدة، ليرفع عنا البأساء، ليرفع عنا الضر، ليحقق لنا كل معاني الرحمة، ليحقق لنا كل معاني الإنسانية، كل معاني الهداية، كل معاني الخير. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن إنسان يقرأ هذه المعاني القرآنية، الله يريد أن يخفف عنك، يريد أن يضع عنك الإصر والأغلال والحرج إلى غير ذلك، فضلا عن آيات عظيمة كقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن هذه طبيعة ديننا. إنسان عاقل يمكن أن يقرأ في خصائص هذا الدين، في وصف هذا الإسلام العظيم، هذه الآيات وأمثالها، ثم لا يقبل بهذا الإسلام، ثم لا يقبل على هذا الإسلام، ثم لا يتعلق قلبه بهذا الإسلام، ثم لا يجعل الإسلام منه هذا الإنسان الإنسان حقا في عقله، في فكره، في توازنه، في تفاعله، في أعماله، في علاقاته، في حكمه على الآخرين، كيف لا يكون كذلك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والغلو، فإنما أهلك الغلو من كان قبلكم. وأنت أيضا يقول صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، وشيء من الدلجة القصد القصد تبلغ. هذه طبيعة ديننا في الاعتدال، هذه طبيعة ديننا في الرحمة. يأتي من يقول لك بل في الإسلام آيات الجهاد، بل في الإسلام آيات القوة، بل في الإسلام آيات الغلظة والشدة على الكافرين. نعم، ولكن اقرأ الآيات بعناية، ولكن لنفقه هذه الآيات، ولكن لننزل هذه الآيات في مكانها، ولكن لنرى متى يكون القتال ومتى تكون القوة ومتى تكون الشدة في مكانها لتكون محمودة. عندما يقول سبحانه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق. عندما نرى إرهاب الدول الصهاينة منذ أكثر من 70 عاما وهم يعيثون فسادا في الأرض، وهم يوقعون هذا الظلم الذي لا يحتمل على أمة كاملها، والعالم بل أكثر العالم يناصرهم على هذا الظلم وهذا العدوان وهذا البغي. وعندما نرى دولا باسم الدين أو بمحركات تاريخية حاقدة أو بموروثات دفينة، ولكن صريحين أيضا كإيران مثلا تريد أن تطهر بلدا كالعراق من طائفة من أهله عدوانا وظلما، أو تريد أن تعبث بأمن الأمة ككل فتمزق هذه الأمة، وتارة في العراق وتارة في سوريا وتارة في اليمن إلى غير ذلك من المظاهر، عندما نرى كثيرا من الدول تخطط لاستنزاف الأمة وتمزيقها، وعندما نرى كثيرا من هؤلاء يريدون أن تكون الفوضى هي السائدة والاقتتال هو المنهج، يزرعون الفتنة والفرقة في الأمة، إذن أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. عندما نجد مثلا قوله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله
والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. عندما يكون اعتداء على الأطفال واعتداء على النساء واعتداء على المستضعفين قطعا يشرع الجهاد لرفع هذا الظلم وهذا العدوان. عندما يقول سبحانه وتعالى قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، البعض يقرأ شطر الآية قاتلوا المشركين كافة ويقف، بينما الآية قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فمن هذا الذي يعتدي عليك تريد أن تقدم له الورود بعد ذلك؟ لا، منطق القرآن لا يقول ذلك أبدا. قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إذن عندما تأتي آيات قرآنية لتحدثنا عن القوة، تحدثنا عن الجهاد، تحدثنا عن البأس في حق الأعداء الذين في حق الأعداء، من أي أعداء؟ الذين يقتلون ويقتلون، الذين يظلمون ويبغون في الأرض، الذين يعتدون على الأطفال والنساء والأعراض والحرمات والمقدسات. قطعا ديننا يدعونا أن نحمل قوة، أن نتحقق بالقوة التي تدفع هذا الظلم، وبالمقابل فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. آيات تتكامل إذن. وفي المقابل أيضا إذا تمكنت الأمة ما هو منهجها؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. في المقابل إذا تحققت هذه الشريعة في الأرض إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذا هو ديننا، دين يحمل القوة في مكانها والدفاع عن المظلومين والمستضعفين وعن الأطفال والنساء والحرمات والمقدسات، ودين دين الله الخاتم الذي يحقق الإنسانية ويحقق الرحمة ويحقق العدالة ويحقق الخير ويحقق الهداية ويرفع الحرج عن الناس ويرفع الحرج عن الأمة ويحقق معنى اليسر في كل تشريعاته. من هنا فعلا الإنسان يتساءل لماذا هذه الظاهرة، ظاهرة التوحش بعضهم وينسب إلى الإسلام، ظاهرة التطرف بعضهم، ظاهرة يسميها الآخرون إرهابا، وهذا المصطلح العائم الذي لا يريد أحد أن يعرفه أيضا، ولأنه كما قلت إرهاب الدول أخطر بكثير. وعندما تعاني شعوب من التطهير والإبادة لأنها لم توالي دولا أخرى، على سبيل المثال إرهاب الدول، عندما يعيش شعب كشعب سوريا على سبيل المثال أكثر من 4 سنوات تحت إرهاب الدول وتآمر العالم، أكثر العالم يكاد يقترب عدد من فقد أو قتل أو استجهد قريبا من 500,000، والعالم يتفرج لا يعنيه الأمر شيء، دماء لا قيمة لها، إنسان لا قيمة له مهما كانت الأسباب. لكن عندما يريدون أن يحلوا مشكلة معينة تجد كل القوى وكل الجهود وكل الأموال وكل الإعلام وكل السياسات وكل اللقاءات تنصب لحل مشكلة معينة. أما عندما يريدون هذه المشكلة أن تتفاقم، هذه الأزمة أن تتضخم، هذا الاستنزاف أن يستمر، هذا القتل المتوحش لإنسان بريء مدني طفل امرأة، فكل العالم لا يعلم لا يسمع لا يرى لا يبصر، بل يعلم ويعلم ويعلم ويخطط لذلك. إذن نحن لا نتكلم عن ظاهرة التوحش في الدول ولا نتكلم عن ظاهرة الإرهاب في الدول، وهي قطعا كما قلت ليست محصورة على 100 فئة معينة تنتسب إلى دين أو عرق، ليس لها دين كما يقولون، ولكن أيضا نحن من داخلنا نريد أن يكون نوع من أنواع المحاسبة الداخلية والتفتيش الداخلي والنقد الذاتي. فعلا
لماذا تنتشر هذه الظاهرة، ظاهرة تطرف أو توحش أو قسوة في بعض من ينتسب إلى الإسلام؟ ونحن قرأنا نصوص الإسلام وطبيعة هذا الدين وخصائص هذا الدين العظيم. البعض يقول لك طبعا لا بد من المصارحة في ذلك، ولا بد أن تكون القراءة سليمة، لأنك إذا لم تشخص المرض تشخيصا صحيحا لن تستطيع أن تعالج أبدا، بل تزيد المرض تفاقما. البعض يقول لك طبيعة بيئتنا تولد هذا التوحش. لماذا؟ هل هي صخرية أو صحراوية؟ أليس كثير من هؤلاء الذين ينسبون للإسلام وينسبون إلى التوحش؟ أقول ينسبون، قد يكون في بعض الأمر ظلم وافتراء، وقد يكون في بعضه بعض ذلك. أليسوا يأتون من خارج البيئات العربية؟ إذن لا يمكن أن يكون هذا جوابا. بعض يقول ثقافتكم العربية فيها هذا المعنى وهذا التوحش. كثير منهم ليسوا من العرب، من بلاد شتى. البعض يقول لك الجهل يولد هذا التوحش وهذه القسوة وهذا الظلم. والله وجدنا بعضهم، بل كثيرا منهم، يحمل أعلى الشهادات وفي مختلف التخصصات. إذن لا يمكن أن يكون هذا تفسير للظاهر. البعض يقول لك الفقر. أيضا وجدنا كثيرا منهم أغنياء لا يعانون من الفقر أبدا، ولو أرادوا أن يصبحوا أغنياء بغير هذه الطريقة لأصبحوا، ومع ترف ومع حياة مدنية هانئة إلى غير ذلك. وكثير من الفقراء لا يفعلون هذا الأمر. نعم أحيانا الفقر يولد جريمة معينة، لكن أن يكون تفسيرا لظاهرة من هذا القبيل لا يمكن. البعض يقول لك فتاوى ونصوص دينية. الفتاوى والنصوص الدينية لا يمكن أن تولد ظاهرة، لكن يمكن أن تستغل من قبل ظاهرة. ولذلك نجد نفس النصوص التي قد يستغلها من يقوم بفعل معين بالاتجاه السلبي، نفس النصوص ممكن أن يستثمرها ويفهمها فهما حسنا سليما من يقوم بالموقف المقابل بالاتجاه الإيجابي على سبيل المثال. وعبر التاريخ وجدنا دولا باسم الدين هي في الواقع صراع سياسي ساحق، كل جهة سياسية تريد أن تسحق الآخر. ولا أحب أن أضرب الأمثال حتى لا نقع في شرك الاتهام، لكن واضح لو استقرأت التاريخ كل جهة سياسية تحاول أن تسيطر، فحتى تحقق سيطرتها تسحق الآخر سحقا، ثم تأتي بعد ذلك تبحث في نصوص، جزء نص جزء حديث، فتحاول أن تؤوله لصالحها. إذن يمكن أن نقول إن هذه القضية قضية فتاوى ونصوص دينية، وهي ليست محصورة على الإسلام بكل حال. يعني هذه أوروبا ماذا حصل فيها أيام الحرب العالمية الأولى والثانية؟ سحقوا بعضهم سحقا. وهذه أمريكا عندما سحقت الهنود الحمر على سبيل المثال سحقت شعبا كاملا، وغير ذلك. وعندما رووا القنبلة النووية أو الذرية على هيروشيما وناجازاكي، هل كان عندهم نصوص دينية وهل كان عندهم فتاوى دينية في هذا الأمر؟ وإن كان خرج لنا بوش يقول إنها حرب صليبية وأن الرب أمره بكذا وكذا، إذن القضية لا يمكن أن تكون النصوص الدينية والفتاوى الدينية مولدة للظاهرة، وإن كان كثيرون يريدون أن يستغلوا ذلك ليبرروا أعمالهم ويبرروا أفعالهم. هذا يعني أننا إذا أردنا أن نقول والله ثمة ظاهرة تنسب إلى بعض، وأقول بعض وبعض قليل، إلى بعض الإسلاميين، ظاهرة تسمى توحش أو شدة أو قسوة أو غلظة أو تطرف، ورأينا أن ذلك مشكلة وصدقنا أن ذلك حقيقة وليس مجرد افتراء وظلم واعتداء، إذا أردنا أن ندرس ذلك إذن يجب أن نشخص القضية تشخيصا دقيقا حتى نصل إلى الحل بعد ذلك. يمكن أن نقول إن أسباب ذلك أولا المحادة لله ولرسوله. الله تعالى يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
الله تعالى يقول إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا أهلكوا وقهروا وقمروا. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. الله تعالى يقول إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. الله تعالى يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فعندما تجترئ الأمة على حدود الله وتتمرد على شرع الله فلا تستغرب عندئذ أن يبعث الله أقواما يسلطهم تسليطا ويسلطهم عقابا ويسلطهم تعذيبا إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن تتولوا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. لا أقول إنهم هم محل الاستبدال، لا لا، ولكن إذا جزء من القضية عندما يجب أن نصارح أنفسنا، عندما ندرس ظاهرة ونريد أن نضع حلا لهذه الظاهرة يجب أن نقول لماذا وجدت هذه الظاهرة. هذه الظاهرة لها أسبابها الحقيقية. أول سبب من هذه الأسباب أننا نحاد الله ورسوله، أن مجتمعاتنا بشكل عام وليس ككل وليس كأفراد لكن المجتمعات عموما تتمرد على شرع الله، لا تريد شرع الله، لا تطبق شرع الله التطبيق الصحيح الأكمل. هنا لا ندخل طبعا في قضية تكفير وتضليل، إنما نشخص واقع. فعندما يرى الآخرون كذلك مضت سنة الله أن له لابد أن يسلط على هذه الأمة تسليط ما. أحيانا قد يكون التسليط من عدو خارجي كما سلط علينا يهود، هذا تسليط أيضا، ولكن أحيانا قد يكون تسليط داخلي بأن تخرج مثل هذه الفئات. هذا أولا. والأمر الثاني القهر والظلم والسحق لكرامة الإنسان. عندما يعيش شعب كامل في سوريا أو في العراق أو فلسطين وهو يشعر أنه مقهور مسحوق مستذل، سلبت كرامته، سلبت إنسانيته، سلبت عدالته من جهات ما أيا كانت، لتحقيق أي هدف يدعى، قطعا ماذا تتوقع من ردات الفعل عندئذ؟ إذن ردة الفعل على الظلم والقهر والسحق وسحق الإنسانية وسحق الكرامة وسحق العدالة، توقع عندئذ أن تجد أناسا تكون ردات فعلهم قاسية نتيجة هذا الظلم الشديد وأنتم ترونه بأم عينكم. أيضا وسبب ثالث لعله ليس كل سبب على حدة يكون مسوغا أو سببا لظهور هذه الظاهرة، ولكنها مجتمعة تولد مثل ذلك، تولد مثل ذلك. ولذلك من هذه الأسباب إقصاء المعتدلين والمصلحين المفكرين ذوي الفكر المعتدل الإصلاحي التدريجي وظلمهم أيضا ووضعهم في السجون وتعذيبهم. ماذا سيبقى في المجتمع إذن؟ متطرفون من هنا وهم هناك، وآخرون تحملهم ردات الفعل على كثير من القسوة والتوحش وتكفير الآخر وغير ذلك من ردات الفعل التي لا نقرها بطبيعة الحال، لا نقرها. وأيضا شيء خطير هذا ربما يحتاج إلى كلام آخر مستقل، الإرهاب الفكري الذي يعيشه البعض. كيف يولد الإرهاب الفكري من بعضهم توحشا وتطرفا عند آخر؟ هذا يحتاج إلى شيء من البيان. ولكن إذا أردنا أن نحل هذه الظاهرة، نعالج مشكلة ظاهرة ما يسمى توحش أو قسوة أو تطرف أو إرهاب، سميها ما شئت، عند بعضهم، وأقول بين قوسين عند بعضهم لأنها ليست ظاهرة كبيرة في مجتمعاتنا الإسلامية والحمد لله، لأنه كما قرأنا طبيعة ديننا ما هي، ولكن لا بد من صلح مع الله. والله لن تحل هذه المشكلة إذا لم يكن هنالك صلح مع الله أبدا. حاولوا ما شئتم، تريدون أن تبيدوا هذه الظاهرة، تريدون أن تنهوا هذه الظاهرة، تريدون أن تجتثوا هذه الظاهرة، لا نؤيدها، انتبهوا،
لا نقرها، لا ندافع عنها، لا نبرر لها أبدا، ولكن بدنا نفهم المرض ونعرف العلاج. إذا لم يكن صلح حقيقي مع الله لن يكون علاج، هذا أولا. وثانيا، إذا لم يكن عدل وحق وكرامة وإنسانية لا يمكن أن تحل هذه الظاهرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.